خلوني بقى أخدكم على افتتاح المؤتمر السنوي 38 للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان. يعني إيه الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان؟ وهل هناك بشرى سارة ما من وراء يعني هذه الأمور؟ خلي بالك احنا كل ما نيجي نكلم المهندسة مي عبد الحميد الحقيقة بتقول لنا حاجات كتير حلوة وتبشرنا بأمور جيدة، زي الطرح الكبير اللي اتعمل من حوالي شهرين أظن كنا في سبتمبر لو أنا فاكر مظبوط، وقالت لنا من قبلها ترقبوا أكبر طرح وحصل. مهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أهلا 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 بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازيك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. انا الاول هبدا اسال على المؤتمر ده معناه ايه؟ والله يا فندم احنا حضرتك عارف ان احنا الحمد لله البرنامج بتاعنا يعني بقى اصبح من البرامج اللي معروفه على مستوى العالم، وفي اشادات كتير من المنظمات الدوليه يعني في اكثر من مجال ومكان، وبالتالي الناس حريصة بالذات الدول الأفريقية اللي يعني جيراننا حريصين على إن هم يطلعوا على التجربة بتاعتنا. وإحنا يعني المؤتمر ده كنا يعني أخذنا شرف استضافته في تصويت السنة اللي فاتت ما بين عدد من الدول الأفريقية، ويعني إن شاء الله هنفتتح أعمال المؤتمر بكرة. إحنا أخذنا جايزة الأسبوع اللي فات الحمد لله على البرنامج بتاعنا من أحد المؤسسات اللي يعني اللي في مجال الإسكان، اللي مؤسسات الغير هادفة للربح اللي هي مؤسسة هابيتات فور هيومانيتي. كان في شهادة برضو بالبرنامج وجايزة في إنه البرنامج من أفضل البرامج في مجال الابتكار في صنع السياسات. فيعني الحمد لله ده برضو وقعه جيد ومخلي بقى يعني ناس كتير متطلعة إنها يعني تعرف إحنا بنعمل إيه، وإحنا برضو الحقيقة بنستفيد برضو من يعني من في المؤتمرات دي ان احنا نتبادل الافكار، نعرف برضو هم بيعملوا ايه، بنقدر احنا نساعدهم هم يساعدونا. طبعا يعني اعقاب مؤتمر شرم الشيخ في توصيات كتير طلعت خاصه بالاسكان الاخضر، الحمد لله شغالين في هذا الموضوع برضو بقالنا حوالي سنتين، وبدانا بالفعل نبني وحدات اسكان اخضر اللي هتتسلم ان شاء الله في نهايه 23 اول مجموعه منها. فبرضو دي فرصة هنطرح المبادرات. حضرتك عارف طبعا انه العالم متجه اكتر ناحية التمويل الاخضر، سواء بقى سكوك مؤسسات الدولية ممكن تقرضك اكتر للمباني الخضراء، لان ده يعني توجه عالمي يعني. فاعتقد انه ان شاء الله برضو هتبقى فرصة ان احنا نعرض المبادرات بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها، ويبقى في فرص للتوسع مع هذه المؤسسات. المؤتمر حضره 62 جهة من مختلف البلاد الافريقية وعدد من وزراء الإسكان في عدد من الدول الأفريقية، وطبعا مؤتمر تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإسكان. إن شاء الله يبقى يعني في فرص إن احنا نساعد ونستفيد ونفيد في نظم التصنيف بتاعة تقييمات الإسكان الأخضر. معانا مؤسسات زي مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي، دول كلهم برضو بيشاركوا معانا في جلسات وفي إدارة جلسات. فزي ما قلت لحضرتك كده يعني هتبقى فرص إن احنا نقدر إن احنا يعني يتاح لنا فرص تمويلية أفضل إن شاء الله. طب ده كلام مهم جدا، حضرتك ذكرتي الإسكان الأخضر بالظبط 3 مرات في حديثنا، وده يمكن مصطلح ما احناش متعودين عليه قوي. يعني إيه إسكان أخضر؟ حقيقي يعني هو فعلا يعني الواحد بس مش عايز يبقى بيقول كلام يعني صعب، لكن احنا عايزين نقول ان هو بيفيد الناس في ايه يعني. عايز ادخل في تفاصيل بنبنيه ازاي او مواصفاته ايه عشان دي امور فنيه، لكن بالنسبه للي هيحجز شقه اسكان اجتماعي مبنيه بنظام التصنيف الاخضر ده، طبعا هتكون فيها مميزات اكتر بالنسبه له. احنا مثلا هنركب سخانات شمسيه، فبالتالي هنقدر ان احنا نستفيد بالطاقه الشمسيه دي في اناره مثلا الحاجات العامه او اناره العمارات، وده يبقى له تاثير على تخفيض التكلفه. احنا هنعمل نظام المياه الرماديه، يعني بنعمل خزانات ناخد فيها ميه مثلا الاحواض والدش نعيد معالجتها ونستخدمها في الري. فكل ده بيبقى له تاثير على بالنسبه للمستفيد على التكلفه بتاعته بتاعت فواتيره الشهريه مثلا، يعني على اقل تقدير في الفواتير اللي هو بيدفعها كل شهر بقى سواء للميه للكهرباء. طبعا احنا بنستخدم طوب معين عشان برضو الاحتياج للتبريد يبقى اقل، بنحط الوحدات يعني بشكل يعني انه يبقى ما تبقاش لا شمس قوي ولا برد قوي. ايوه
البوزيشننج بتاع العمارات، الطوب اللي احنا بنستخدمه، المونه البيضه اللي احنا بنستخدمها دي منخفضه الكلينكر، فبرضو انها الاحتياج للتكييف بيبقى اقل، ما بتستخدمش نفس كميه البويه، فبرضو تكلفه الوحده بتقل شويه في الحته دي. فيعني تفاصيل فنيه كتير، لكن هي مهمه بالنسبه للناس انها تحسسهم براحه نفسيه اكتر وهو ساكن في البيت. يعني دايما احنا نقول بيوت زمان كده كنت اشتكي فيها، ايوه، لا بالبرد قوي ولا بالحر قوي، فهو ده يعني اتجاه اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا برضو المخلفات اللي بتطلع يعاد تدويرها، الكلام ده كله ان شاء الله برضو احنا شغالين فيه يعني. طيب ده برضو هخيني اروح لسؤال تاني، معلش انا اسف باثقل عليكي، لكن لا افترضنا ان انا رجل يعمل بس توعيه يعني. يا سلام، افترضنا ان انا رجل يعمل بصناعه الانشاءات والتطوير العقاري والمقاولات وما الى ذلك، لو انا قلت طيب يا جماعه انا هعمل مثلا المشروع السكني بتاعي ده بنظام الاسكان الاخضر، هل ساعتها هيبقى في تيسيرات ليا او تيسيرات للي هيشتري مني؟ هو طبعا احنا برضو شغالين على يعني حزمه من الحوافز، والمؤتمرات زي بتاعه بكره دي بتبقى فرصه ان احنا نسمع من برضو من الدول كلها حوالينا تجربتهم، ايه الحوافز اللي هم مدينها للمقاولين اللي بيبنوا اسكان اخضر. لكن هي طبعا بيبقى فيها فرص لشركات المقاولات وشركات مواد البناء وكل الكلام ده، ان احنا هنتوجه اكتر في الفتره اللي جايه ان احنا نبني اكتر الاسكان الاخضر ده، عشان هيبقى فيه فرص اكتر زي ما قلت لحضرتك ان احنا نقدر يعني نموبيلايز تمويل زي ما بنقول، نقدر نحرك تمويل من جهات دوليه مختلفه، تكلفه التمويل هتبقى اقل، يعني هيبقى متاح حاجات. ويمكن مؤتمر شرم الشيخ كان فيه تفاصيل كتير وجلسات كتير عن التمويل الاخضر والصكوك والسندات الخضراء والكلام ده. طيب انا يعني كمشتري مجال جديد هيتفتح لبتوع شركات البويات وشركات المقاولات. حضرتك كمشتري يعني زي ما قلت لحضرتك كده، بالنسبه لك انت هتهتم بانه جوده الحياه هتبقى احسن وفواتيري هتقل، كميه الخضره هتبقى احسن، فواتيرك هتقل. حلو جدا، دي الحاجه الاساسيه اللي الناس كلها في العالم كله بتهتم بيها، يعني زي ما بنقول دي الحاجه اللي هتخلي حد يقول طبعا انا ليه ادفع مثلا 5% زياده او 10% زياده في تكلفه وحده هنا، لا انها على المدى الطويل حضرتك هتلاقي نفسك وفرت اكتر بكتير. صحيح، انا بشكرك جدا 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 على قبول المداخله وعلى وقتك وعلى هذا التوضيح والتفسير، كل الشكر ليكي مهندسه مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي.